الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم اعزائي المشاهدين عني، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بركه ربنا، بركه صلاه النبي، ربنا يديم علينا نعمه وفضل من زواج يا رب. النهارده ان شاء الله عندنا دوت بركه صلاه النبي كده زي ما انتم شايفين، داخل واجنحه قطعنا الحاجات بتاعته اللي ملهاش لازمة ديت، وهنا دوت نحط ملح عليها وليمون كده غسلة حلوة بالملح والليمون. الصراحة كان عندي زنجبيل يا جماعة وخلص، كان الزنجبيل ما بيخليش أي ريحة زفارة نهائي خالص كده زي ما انتوا شايفين. هنحشر كده الليمون عليها وهدعكها كلها كده ببعضيها، والليمون والملح بتشيل اي حاجة فيها بردة بتبقى نظيفة بردة. هدعكها كلها كده ببعضيها كلها كده، وامسكها بقى ايه بصوا تدل حاجات كده، وامسكها بقى اغسلها كده ايه على الحوض تحت الحنفية. هنا غسلتها وزي ما انتوا شايفين كده، عايزين نعمل عليها حبة ملوخية فقلنا نحطها كده. حطيت معلقة سمنة وحطها كده ايه، وده بصل حطها كده ايه، تاخد لها بس هي غلوة واحدة بس، دي حبة سمنة برضو تاني ايه عشان نعمل شوربة. حط لها شوية مية بس تاخد غلوة، ما فيش غلوة، وارش لها ايه من المية. هنا هنحط لها طبعا ما فيش طماطم او ما فيش قوطة اي حاجة. هنعمل كل الاكل النهاردة من غير قوطة، ما فيش هنحط اي اضافة قوطة ولا اي حاجة خالص زي ما انتم شايفين كده. هي هتبتدي بقى بصوا ابتدت ايه، حطيت لها غلوة واحدة بس وهشيلها، مش هسويها في الشوربة لا، بس انا حبيت اعمل حبة شوربة عشان نعمل لهم ايه حبة ملوخية كده زي ما انتم شايفين اهو. دول حبة ملوخية شوربة عشان نعمل لهم حبة ملوخية جنب المكرونة. هنا هنحط سمنة في القلاية زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى الأجنحة بتاعتنا نحمرها، قلبناها في السمنة زي ما انتم شايفين اهي، طلعتها. هنا دي بصلة مكرونة كده خبزناه يعني، هنحمره مكان الأجنحة كده مع البصلة كده، ريحة المكرونة بتتحمر يا جماعة مع البصل بتبقى ناحية تانية خالص والله بجد، ريحتها حلوة كده وجميلة، أكلة بسيطة وسهلة ومش مكلفة يعني كتير. زي ما انتوا شايفين كده ما فيش اي حاجه فيها قوطه، كله من غير قوطه، ما فيش اي حاجه فيها قوطه النهارده. ربنا على صلاح حلينا وليكم. هنا حطيت حبه مرقه نص مرقايه وحبه ملح. هنحط المكان محمرنا المكرونه، هنحط ميه سخنها كده عشان الدهون طبعا اللي في القلايه دي، هندوب كده المرقه بتاعتنا انتوا شايفين كده. شلنا هنا المكرونة اهي، حطيتها في الصينية، هحط عليها بقى الاجنحة، صينية مكرونة بالاجنحة اهي انتوا شايفين كده اهي. عملنا شوربة تاني من مكان المكرونة والأجنحة، نحط بقى نفضيها بقى هنا على نفضيها هنا على المكرونة وعلى الأجنحة كده ونحطها بقى ايه، هنسويها كده. دي حبة بذرة زعفران كده تدي لها لون زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده نسيبها ايه كل يستوي كده مع بعض.
لو عايزه مثلا حبه ميه تاني نحط، مش عايزه ما خلاص كده يبقى تمام. انا حطيت حبه ميه تاني على فكره، زي ما انتم شايفين كده. هنا الشوربه بتاعتنا في الطبق عشان نعمل الملوخيه مكان الحبه اللي كان فيها الشوربه، زي ما انتم شايفين الحل اللي كان فيها الشوربة على البوتاجاز، وحطيت فيها حبة سمنة. هنا خلاص بص ابتدت اتشربت الأجنحة مع المكرونة، خلاص دخلت على السوا. متنسوش يا جماعة اللي يخش عندنا نورنا بالله، كل اشتراك متنسوش الاشتراك واللايك اللي أول مرة تشوفونا، واللي بيخش عندنا يحط اللايك تعليق، احنا منقومش حد بس كل واحد ايه. يلا ما علينا. هنا استوت التومة وحطيت عليها الشوربة، وحطيت عليها الملوخية. بصوا عاملة ازاي جميلة جدا والله الملوخية، زي ما تكون ملوخية خضرة مع انها ناشفة يعني، زي ما انتوا شايفين كده. عملنا ايه، اكلة ملوخية واكلة مكرونة من الاجنح، من ورا الاجنح. وربنا يصلح حالنا وحالكم، يبقى الف هنا وشفا للي كل واللي ياكل واللي شاف، وربنا المستعان معانا ومعاكم ومع الجميع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان الاجنحه بالمكرونه يا جماعه والله بجد كانت لذيذه جدا وحاجه جميله. بصوا ماما هي ما استوتهاش الاجنحه، هي استوت مع المكرونه، شربت مع المكرونه، حاجه جميله جدا والله بجد يعني. بصوا حاجه لذيذه جدا والله، بألف هنا وشفا. ربنا على صلاح الحال لنا ولكم، اتقوا الله ان الله مخرج رزقكم حيث لا يحتسب، وربنا المستعان معنا ومعكم مع الجميع. زي ما انتم شايفين كده اكلة بس الطعم لذيذ جدا، وربنا يفتح لنا حالكم وحال الجميع. زي ما انتم شايفين كده صنف مكرونة بالاجنحة اهي، حاجة لذيذة بجد يعني وخفيف، ما فيهاش اي قوطة ولا اي حاجة.